إدارة الجمارك اليوم ملزمة بالقيام بمهامها الرقابية على المنتجات المستوردة حتى لا يتم إغلاق السوق الجزائرية بمنتجات مشبوهة تهدد الانتاج الوطني وتشكل خطراً على صحة المستهلك. وأمام ضرورة التسهيلات وحتمية الرقابة، تجد إدارة الجمارك نفسها أمام دور صعب يتجسد في التوفيق بين هاتين العمليتين. مفيد سيس اقسام الجمارك لسعيدة بالتعاون مع الغرفة التجارية، غرفة التجارة والصناعة لنفس الولاية، بهذا اليوم الإعلامي لتعميم والتعريف بالتعديلات التي مست بالتعريف الجمركية.